صباح الخير مشاهدينا، نبدأ صباحنا بالقهوة والشوكولاتة وقصة الفنانة التشكيلية العنود السفياني التي ترسم لوحاتها بالبن والكاكاو منذ 6 أعوام. العنود شرحت العربية نت طريقة استخدام القهوة والشوكولاتة في لوحاتها دون أن تفسد، وقالت: أختار الشوكولاتة الداكنة بدون إضافات سواء حليب أو زبدة، وكلما كانت درجة بودرة الشوكولاتة داكنة أعطت نتائج أفضل في اللوحة. أما عن القهوة فتستخدم نسكافيه أو القهوة التركية. طبعا باقي اللوحات والتفاصيل على الموقع. ونبقى في الفن وفنانة سعودية أخرى هي نورة بن سعيدان التي وضعت بصمتها الفنية على برج خزان مياه الرياضي الشهير. قالت لنا أن لها مشاركات عالمية في برشلونة ولندن. أما مشاركاتها الجدارية في الرياض فهي عديدة، أهمها في شارع التحلية والبوليفارد وحي السفارات. ننتقل إلى إيران، ودون سابق إنذار أوقفت شركة جوجل حساب بريس تي في الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية من دون القدرة على إضافة أي محتوى على موقع يوتيوب. بحسب القناة فإن حسابها على يوتيوب لا يزال موجودا، لكن لا يتسنى للمسؤولين إضافة أي محتوى جديد بسبب استخدامه بطريقة تنتهك سياسات جوجل. نختم مع الملياردير المتقشف جدا أو البخيل وارن بافيت التي تبلغ ثروته حوالي 86 مليار دولار، مما يجعله واحدا من أغنى الناس في العالم، معروف بأسلوب حياته المتقشفة. لمن لا يعرف، الملياردير الأمريكي لا ينفق أكثر من 3 دولارات على الإفطار. يقول أنه يطلب من زوجته في الصباح أن تضع له مبلغا بسيطا 2.61 دولار أو 3.17 دولار ليشتري من أحد المطاعم الشهيرة بالوجبات السريعة فطيرة سجق وبيض ومشروب غازي. هذه القصة يشرحها وارن في فيلم وثائقي عن حياته بعنوان أن تصبح وارن بافيت، ويقول: عندما لا أشعر بالبحبوحة فأنني أفطر بمبلغ 2.61 دولار. طبعا هذه كانت بعض من أخبارنا، المزيد على صفحة العربية دوت نت. مروة مها، هو إيش اللي خلاه يجمع المليارات على قلبه قد كذا إلا النشفان والجلد هذا؟ صح فكرة، بس كأنه حيموت ويأخذها معاه، يعني إيش الفائدة لو ما استمتع فيها في حياته؟ صح. يلا شكرا هبة.